سمعنا كتير عن مصطلح الأفرو سنتريك، وخاصة في الآونة الأخيرة لما شفنا أفلام وثائقية بتتكلم عن ملوك وملكات مصر، وخاصة لما اتكلموا عن الملكة كليوباترا السبعة. الملكة كليوباترا السبعة كانوا بيقولوا إن هي كانت من أصل أفريقي أو من جنوب أفريقيا، وإن هي كانت بين ذوي البشرة السوداء، ولكن في الحقيقة هي ملكة كليوباترا السبعة كانت من سلالة البطالمة، وكانتش أصلا من المصريين القدماء، يعني كانت من غزاة اليونان. وطبعا ده من خلال المصادر اللي بتوضح لنا طبعا كليوباترا السبعة، ومن خلال التماثيل والعملات القديمة واللي هي بتظهر كليوباترا بملامح يونانية، ولا حتى ليها علاقة بالأصل المصري، ولا حتى ليها علاقة بالملامح الإفريقية، هي كلها مجرد تلاعب بالتاريخ. كان في تنوع سكاني عبر الزمن في مصر القديمة، وده بسبب موقع مصر الجغرافي اللي كان نقطة التقاء ما بين أفريقيا وحوض البحر المتوسط وآسيا، وكمان كان في اعتماد على نهر النيل كممر ثقافي ومدني. وبالتالي إن مصر القديم ما كانش منفصل عن باقي أفريقيا، لا هما كانوا على اتصال وتفاعل مع شعوب القارة، وده خلى المصري القديم يعمل حاجة تميزه عن الآخرين. وعشان خاطر كان في شعوب مجاورة بتتعامل مع المصري القديم، فكان بيميز نفسه بلون مختلف ومميز بالنسبة ليه، وكان ليه معايير صارمة في اختيار هذا اللون. في الرسمة اللي قدامنا دي، المصريين القدماء كانوا بيصوروا نفسهم بلون بني مميز، بينما كانوا بيرسموا النوبيين بلون داكن اسود، وبيمثلوا الليبيين والاسيويين بطرق مختلفة على حسب ملامحهم ولون بشرتهم. وكمان لازم نعرفه ان على الرغم من الاختلاف في التمثيل الفني، لكن كانت العلاقة بينهم وبين النوبيين كانت قوية، وده كان واضح في التبادل الثقافي والتجاري والديني بينهم، خاصة مع مملكة كوش اللي كانت جنوب مصر. وعشان خاطر المصري القديم او الرجل المصري القديم يميز نفسه عن باقي الشعوب التانية زي الاسيويين والنوبيين والليبيين، كان بيميز نفسه بشكل واقعي جدا، وهو لون بني مائل الى الاحمر، وده كان بالنسبة للون جلد الرجال اللي كان متصور. وعشان المصري القديم يوصل للمعايير الصارمة اللي بيضمن بيها توحيد الألوان في الأعمال الفنية، كان بيعتمد على مواد طبيعية وبتختلط علشان خاطر يحصلوا على درجات محددة، زي مثلا لون جلد الرجل كان بيميل إلى البني المائل الأحمر، فكان بيخلطوا الطلاء الأحمر مع الطلاء البني علشان يوصل إلى الواقعية. أما بالنسبة للنساء فكانت طبعا بتميل إلى اللون الأبيض أو الأصفر، وده طبعا كان ليه سبب، لأن الرجال كانوا بيشتغلوا أكتر في الحقول، والنساء كانت بتقضي وقت أطول داخل المنازل، فكانت بشرتها أفتح. وخير دليل ومثال على الكلام ده فعندنا الأمير را حتب وزوجته نوفرت، وطبعا ده بيميز ان المصري القديم كان بيتأثر بأشعة الشمس، والبشرة الداكنة كانت طبعا للرجال والفاتحة للنساء. الفنان المصري القديم هو اهتم جدا بتمثيل المصري القديم بلون معين عشان خاطر يبقى مميز عن باقي الشعوب، ولكن كمان كان ليهم الألوان كانت مرتبطة بالآلهة اللي كان بيتعامل معاها، وكان ليها رموز معينة حتى لو اللون لوحده، زي مثلا عندنا اللون الأحمر كان مرتبط بالإله حورس، ولو اللون الأحمر لوحده هو بيمثل العدوان أو الشر، وبرده في بعض الأحيان كان بيمثل الحياة. بالنسبة للون الأزرق عندنا تحت والإلهة نوت، عندنا تحت هو إله الحكمة والكتابة، واللون الأزرق عامة كان بيمثل الحكمة. بالنسبة للون الأسود كان مرتبط بالعالم السفلي والإله أنوبيس، وهو مرتبط بالموت. هنلاقي إن الأفرو سنتريك اعتمدوا على بعض المصطلحات علشان خاطر يعمموا إن الحضارة المصرية أو المصريين القدماء كان كلهم سود، عندنا زي مصطلح كيمت اللي كان بيطلق إن على مصر وهي الأرض السوداء. ولكن كان في منتقدين الفكرة دي وقالوا إن المصري القديم هو عمره ما استخدم مصطلحات لونية، يعني ما كانش بيميز البشر عن بعض، يعني الأسود أو الأبيض لوصف الناس، ولكن هي دي كانت كلمة كانت بتستخدم علشان خاطر يدعموا حجتهم، وإن هي مرتبطة بالمصري القديم ككل. المصري القديم كان مستخدم مصطلح كلمة كمت بمعناها الأرض السوداء بمعنى التربة الخصبة، لأن هو كان ليه علاقة بالفيضان وانحساره، وإن هو بيترك بعديه التربة الخصبة، وهو ملوش علاقة خالص بلون بشرة المصريين. قام معهد ماكس بلانك للعلوم التاريخ البشري بتحليل الـ DNA أو المادة الوراثية لـ 151 موميا مصرية،
وده من خلال ان هم استخدموا تقنيات متقدمة علشان خاطر يتحققوا من الدي ان ايه اللي موجود في المومياوات المصرية، وعلشان خاطر يحددوا بالظبط تسلسل الحمض النووي. المومياوات دي كانت جاية من موقع اثري اسمه ابو سير الملك، كانت يعني على بعد حوالي 115 كيلو متر جنوب القاهرة. اقدم المومياوات دي كانوا بيعود تاريخها الى 1388 قبل الميلاد، اي من عصر الملك امنحوتب الثالث والملك اخناتون. وأحدث المومياوات كانوا بيعود 426 ميلاديا، وكان تحت حكم الروماني، وبالتالي الفترة الزمنية اللي كانت بتغطيها حوالي 1500 سنة تقريبا من الدولة الحديثة إلى الفترة الرومانية. وكانت النتيجة أذهلت الجميع، وقالوا إن على مدار 1300 عام تقريبا الجينوم المصري القديم كان ثابت ولم يتأثر بشكل كبير بالغزوات المتكررة لمصر من قبل الإغريق والرومان والعرب والأشوريين، وإن التغيير الجيني للمصري القديم كان طفيف على الرغم من الغزوات الأجنبية المتعددة. وإن المفاجأة الكبرى اللي بتخص موضوعنا الأفروسنتريك إن اكتشفوا إن الدراسة لم تجد الكثير من الأصول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى في جينوم المصريين القدماء. بدلا من ذلك أظهرت التحليل إن جينوم المصريين القدماء كان أكثر تشابها بالأشخاص اللي عاشوا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، يعني اللي كان ليهم روابط أجنبية مع سكان شبه الجزيرة التركية. وده النتيجة دي بتوضح إن المصريين القدماء تأثروا جينيا بجيرانهم من الشمال شرق البحر المتوسط وليس من جنوب أفريقيا أو جنوب الصحراء الكبرى. وآخر ادعاء هنتكلم فيه من ضمن الكثير من الادعاءات من الأفروسنتريك، وهو بيقول إن ملوك أو بداية تأسيس الدولة المصرية القديمة كانوا من الأفارقة السود، وده بيقولوا من خلال طبعا احنا تم الاثبات من خلال الدي ان ايه المومياوات عندنا زي الامير راحتب وزوجته كان من ضمن الملوك الاسره او الدوله المصريه القديمه اللي بتعود الى 2600 قبل الميلاد. وزي ما انتم شايفين هنلاقي ان في فرق واضح ما بين الرجل والمراه، وان اللون ما كانش مدي على الاسود بالنسبه للرجل المصري القديم، وكمان لون بشره المراه كان فاتح زي ما انتم شايفين، وده بيدل ان المصري القديم كان حتى اللون التاني اللي واخده من الشمس ما كانش لونه الاصلي. وعندنا مثال تاني كان بيعزز ان فكرة ان ملوك مصر القديمة لم يكونوا سود البشرة، عندنا الملكة نفرتيتي وهي دايما متصورة ببشرة فاتحة. طبعا ده بعيد كل البعد عن ان المصري القديم كان اصوله من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكمان كانت ادعاءات الافروسنتريك كانت من خلال بردية ماي هربري. ماي هربري كان نبيل مصري كان في عهد الملك تحتمس الرابع، ودفن بعد وفاته في وادي الملوك. ومن خلال الدراسة طبعا عرفنا ان هو كان لونه يعني داكن جدا، كان ممكن يكون نوبي او من اصل كوشي، واللون كان بيختلف في الفترة دي عن باقي المصريين القدماء في الفترة دي. ولو هنقارنه بمقبرة سان جيم، ومقبرة سان جيم هي مقبرة مشهورة وكان برضو من نبلاء كانت موجودين في نفس الفترة دي، وهنلاقي ان في ان اللون كان فاتح زي ما انتم شايفين هو وزوجته، وده بيوضح ان الفنان المصري القديم كان قادر ان هو يميز لون البشرة بين النوبيين والمصريين وغيرهم من باقي الشعوب. وطبعا كل هذه الادعاءات كانت او كل الاثباتات كانت بتنسب ادعاءات حركة الافروسنتريك. وبس كده احنا خلصنا الفيديو، ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في الفيديو تاني ان شاء الله، والى اللقاء.